الساعه 2 سمعنا الصوت نزلنا نيجي. نزلنا لقينا العماره زي ما هي كده واقعه. بس هو اساسا في ناس يعني هي كانت اربع ادوار اساسا العماره. في ناس جت واشترت وبنت عليها. وكانت بنت 12 دور وكانت بتعمل شغل فيها من تحت. يعني بيفتحوا محلات وبتاع وبيعملوا بلاط جديد وكده. فهم دول السبب اكيد يعني هو ده السبب اللي هي طبعا. هي بقالها كتير بقالها 10 12 سنه العماره يعني. نزلنا وجبنا وفي ناس طلعناها وناس متقطعه وناس ما فيش غير هو طفل صغير عنده سنه ونص هو اللي طلعناه هو ده اللي طلع عايش الطفل الوحيد اللي طلع عايش غير كده ناس اصحابي كتير ماتت هنا احنا مطلعين 8 بس الصبح غير الاصابات والمعهد برضو كان فيه 2 امن طلعناهم برضو ميتين معهد اللي جنبينا دي كانت فيها مصانع 3 ادوار مصانع اول دور والدورين اللي فوق مصانع ملابس زي ما انت شايف الملابس اللي طالعه دي كلها فوق بقى سكان مفيش الا هو الدور ال 12 كان لسه بيتجدد لسه محدش سكن فيه انما كله سكان في بقى اللي قاعد لوحده شباب والاسر وكده وكده في سوريين صاحب مصنع هنا سوري اصلا صاحب المصنع اللي هو في الدور اللي تحت ده سوري اللي هو اساسا كان بيجدد هو ده كان بيجدد جوه في المصنع عنده راح فين؟ من ساعتها ما ظهرش حتى اللي كانوا كتير هنا كانوا يعتبر عيله واحده اكتر ناس دول برضو اطمنوا على نفسهم ومشوا محدش شافهم اللي هم ليهم 3 ادوار فيها اصلا ما حدش شافهم من ساعه ما اللي حصل احنا حضرتك جانا الخبر الساعه 3 بالليل ان حصلت العماره وقعت وفيها ولادنا شغالين فيها هنا كلهم على فكره ولاد عمي يعني كلهم عيال عمي وفيهم ولاد اختي وفيهم ولاد اخواني وكلهم مني يعني بس فاول ما سمعنا الخبر اتحركنا على طول من البلد وصلنا هنا على الساعه 10 الصبح لقينا مصطفى متوفي في المشرحه ولقينا هشام ومحمد وبلال واحمد دول فيهم 4 منهم في العنايه وفي 3 منهم في الغرف وعلي ده حولوه على معهد ناصر عشان فيه بتر في رجله يعني يا ريت يبقى فيه حساب يا ريت اللي غلط يتحاسب يعني يا ريت نشوف الغلط ده من مين او التقصير ده من مين يعني حرام يعني مصطفى ده اللي توفى دلوقتي اللي لسه جنازته طالعه ما فيش 10 دقايق ده يعني فرحه بعد العيد حرام ولا حلال ده يعني ذنبه في رقبه مين ده ازاي يعني عماره زي كده تطلع بالارتفاع ده من غير ترخيص ولا من غير اي حاجه ولا فين المحليات وفين المراقبة وفين الناس اللي بتحاسب الكلام ده؟